بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو اللي غادي نشوفه اليوم سنرى بعض الطرق المستعملة في الحساب الذهني اللي كتهم تلاميذ المستوى الإعدادي وبالضبط المستوى السنة الثانية والسنة الثالثة إعدادي. هذه العمليات تحتاج التلاميذ في حساب المربعات ولا حتى في حساب في العمليات على الجذور المربعة. مثال نبداو بعملية مسار البداية، مثلا جداء ديال أي عدد في 11، مثلا 8 في 11 معروف هذه النتيجة تساوي 88، 9 في 11 تساوي 99. الطريقة هنا المستعملة، هنا مثلا في هاد الأعداد اللي كتكون من رقم واحد نضيف صفر عالية يعني اليسار. أي عدد مضروب في 11 نكتب العدد، نكتب العدد كما هو مبين، ثم نجمع العددين ونكتبهما في الوسط. الطريقة هكا، سنكتب 0.8 وفي الوسط هنا سنكتب المجموع ديال العددين 8 زائد 0، 8 زائد 0 هي 8، إذا النتيجة هي 88. هنا كذلك 99 نفس الطريقة، نكتب 0 9 ثم مجموع 0 زائد 9 هي 9 والنتيجة 99. بالنسبة مثلا العدد اللي فيهم رقمين 10 في 11 يساوي 110، نفس الطريقة سنكتب الواحد هنا والصفر هنا ومجموع العددين 0 زائد 1 هو 1، إذن النتيجة 110. مثلا 13 في 11 تساوي، إذا طبقنا الطريقة سنكتب هنا 1 3 ومجموع العددين 3 زائد 1 يساوي 4، إذن النتيجة 143. سنختار عدد آخر مثلا 25 في 11 يساوي، إذن 2 5 والمجموع هو 7، إذن 275. فهما الطريقة. الآن إلى درنا 19 في 11، إلى طبقنا الطريقة ما غاديش تعطينا 1 9، مجموع 1 زائد 9 هو 10، ميمكنش لينا نكتبو 10، ولكن أش كنديرو؟ كنكتبو الصفر رقم الوحدات ورقم عشرات كنحتفظو به هنايا وكنجمعو هاد العددين، 1 زائد 1 يساوي 2، إذا النتيجة هي 209. مثلا 38 في 11، طبقوا نص طريق 3 8، المجموع 3 و 8 11، سنكتب 1 نحتفظ بواحد هنا، إذا النتيجة هي 418. أظن أن الطريقة أصبحت واضحة شيئا ما. مثال آخر 24 في 11، إذن هنا مباشرة 2 6 4، إذن النتيجة 264. إذن هذه الطريقة هذه سهلة لحساب جداء 11 في الأعداد المكونة من رقمين، مثلا 71 في 11 يساوي، هنا نكتب 7 1 وهنا 8، 781. أتمنى أن تعجبكم الطريقة وأن تستفيدوا منها في عمليات الجداء الخاصة بالعدد 11، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدينا حساب مربع الأعداد من 11 إلى 19 بطريقة سهلة. سنبدأ ب 11 مثلا 11 أس 2، هذه النتيجة تساوي كما هو معروف 121. إذن كيف توصلنا لها باستعمال هذه الطريقة؟ الطريقة هي كالآتي، كناخذ رقم الوحدات اللي هو لاحظوا هنا رقم الوحدات ديال العدد اللي هو رقم واحد، ونكتب 11 زائد 1 يساوي 12. إذن هذا العدد 12 نكتبه هنا وخصصوا رقم هنا في الأخير مكان النقطة. في مكان النقطة اش كنكتب؟ كنكتب مربع رقم الوحدات اللي ضفت. هنا عندي رقم الوحدات هو 1، المربع ديالو هو 1 أس 2. إذن ستصبح مثلا 120، واحد الفراغ هنا نضيف عليه 1 أس 2. إذن 1 أس 2 هو 1، سيصبح زائد 1. إذن النتيجة 121. الطريقة غادي تضح مع العمليات بالنسبة للأعداد الأخرى، مثلا 12 12 أس 2 نفس الطريقة. غادي ناخدو رقم الوحدات اللي هو 2 وغنضيفو على العدد كله. إذا 12 زائد 2 تساوي 14. سنكتب 14 هي بحال 100 العدد و40. هذا العدد اللي خصناه مكان النقطة اش كنضيفو عليه؟ كنضيفو عليه رقم الوحدات أس 2 زائد. إذا 2 أس 2 هي 4. إذا 100 زائد 4 4 4 1. إذا النتيجة 144. إذا خدينا مثلا 13 أس 2 13 أس 2 نفس الطريقة ناخذ 13 العدد كله ونضيف عليه رقم الوحدات اللي هو 3، سيصبح العدد 16. غادي نكتبو ثاني هكا 16، وغادي خصنا رقم الوحدات، هذا رقم المئات، هذا رقم العشرات، خصنا رقم الوحدات اللي غادي نضيفو في المكان ديالو، غادي نديرو رقم الوحدات اللي قلنا ديال العدد الاول اللي هو 3 أس 2. اذا 3 أس 2 هي 9. إن النتيجة تعطينا 169. إلا خلينا هنا 14، غادي نلاحظوا واحد التغيير غادي يوقع. 14 أس 2 14 العدد الكلي زائد رقم الوحدات 4 يساوي 18. إذا سنكتب 1 8 فراغ زائد 4 أس 2. هنا انتبهوا ورد البال، 1 8 نقطة، 4 أس 2 16، سنكتب هكذا. الجمع الآن سيعطيني 0 زائد 6 6، 1 8 زائد 1 9، 1. إذا النتيجة 196. الآن 15 أس 2 15 أس 2 رقم الوحدات هو 5، سنضيف 5 إلى 15 ستصبح النتيجة 20. سنكتب 20 مع رقم ناقص مكان النقطة ونضيف إليه رقم الوحدات أس 2 5 أس 2، تصبح النتيجة 2 0. هنا نقطة 25، 5 أس 2 تساوي 25. إذن النتيجة 0 زائد 5 5، 0 زائد 2 2 و 2. إذن النتيجة 225. إذن أظن أن الطريقة أصبحت واضحة الآن.
هذه الطريقة هذه تصلح فقط للأعداد من 11 إلى 19. إذا بغينا نديرو مثلا 19 وسنختم هذا الفيديو إن شاء الله. إذا 19 أس 2 سنكتب 19 زائد 9. 19 زائد 9 تساوي 28. سنكتب 28 نقطة زائد رقم وحدات أس 2 اللي هو 9. 9 أس 2 نتيجة 2 8 نقطة. 9 أس 2 81. ونجمع 0 زائد 1 1. 8 زائد 8 16 تفيد بواحد. وواحد زائد 2 3 نتيجة 361. أتمنى أن تستفيدوا من هذه الطرق، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.